أسعد الله أوقاتكم. كل التطورات توحي أن منطق المكائد والمناكفات ما زال قائما، فأركان السلطة الذين يشعرون بالعجز والفشل في مقاربة أي من الملفات التي تعني اللبنانيين في يومياتهم يتعاطون مع كل منها على القطعة. فإن عجز مجلس الوزراء عن مقاربة ملف منها يتولاه مجلس النواب بصفقات وأكثريات هجينة تنتهي مفاعيلها في نهاية كل جلسة إلى أن يبدأ البحث عن ملفات أخرى. وحدها الأكثرية الخاصة بانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية ضائعة ومفقودة، يمسك بها سلاح من هنا ومنطق التفرد من جهة أخرى، تعززه العنجهية الفارغة وقدرة البعض على السعدنة بالانتقال من حلف إلى آخر. وحدهم أصحاب القرار اللبناني الصافي الباحثين عن مصلحة لبنان واللبنانيين ينصحون يصرخون وليس هناك ممن يجيب، وهو ما يعني أن منظومة السلطات الدستورية ما زالت تنتظر ما يجري في الخارج لتستثمر في الداخل، وإلى ذلك الحين أقفلت الأبواب على استحقاق انتخاب الرئيس. على هذه الخلفيات خصصت حلقة منشات المساء عشية عيدي الميلاد ورأس السنة لتكون جولة بين القصور بحثا عن القانون والدستور، بالعودة إلى ما أقر في مجلس النواب من تأجيل لتسريع قادة الأجهزة الأمنية والظروف التي قادت إليها والنتائج المترتبة عليها، ولنسأل عضو المجلس الدستوري سابقا البروفيسور أنطوان مسرة عن صحة النقاش الدستوري ومدى قدرته على التجاوب مع ما هو مطلوب من مخارج وحلول. كما سننتقل في متن الحلقة إلى واشنطن لأسأل السفير السابق مسعود معلوف ونقرأ معه في الموقف الأمريكي مما يجري في لبنان والمنطقة، وهل يمكن أن يحصده لبنان وما يمكن أن يحصده لبنان في ظل التلهي بالمناكفات في هذه اللحظة الإقليمية والدولية الخطيرة. أهلا وسهلا فيك دكتور بروفيسور مسرة. أهلا وسهلا فيك بروفيسور. أول شيء نعد عليك ميلاد مجيد، إن شاء الله سنة خير وبركة. تاني شيء، يبدو أن القانون والدستور ليس بصحة جيدة، وهو ما يعرفه اللبنانيون بدون ما نستشير خبير قانوني أو دستوري. كيف يتطلع أنطوان مسرة ويقرأ هذا الورقة؟ أنت أستاذ جورج استعملت عبارة منطق المناكفات، هو بالفعل مش منطق، أسلوب مصالح آلية عمل ويجب أن نستعيد المنطق. واستعادة المنطق عملية منا سهلة، ومن يخرب المنطق ليس فقط بعض رجال السياسة لكن قانونيين ولا أقول حقوقيين، يسلقون إلى تفسيرات وتأويلات وسجالات في القانون في وضع نحن في قضية حقوقية دستورية وطنية حول سمو الدستور، هي أرفع من التأويلات قانونية شكلية حول المهل وبعض المهل. وهذه السجلات بالقانون من قبل قانونيين ولا أقول حقوقيين لها تأثيرات كتير سلبية. نحن في لبنان في وضع دستور معلق بفعل عدم انتخاب رئيس للدولة، ورئيس مجلس الدستور السابق كتب مقالة مهمة: لا جمهورية بدون رئيس. ومؤخرا قرأت كتاب صادر 2023 عن البنود في الدستور اللبناني اللي هي بنود معززة. كل بنود الدستور مهمة، لكن في بنود إلى مكانة بأهميتها قصوى. شنو هي هذه البنود؟ بشكل عام هي قضية المادة 49، رئيس الدولة، لا دولة بدون رئيس، وكل مقدمة الدستور حول مبادئ الأساسية والتأسيسية للبنان. عندما يتعطل هذا البند 49 نحن في واقع دستور معلق، ويجب أن ننظر إلى الموضوع من ناحية الشرعية، لجيتيميتي، لجيتيماسي. والشرعية هي أبعد من القانونية. قانونية بتقارن قانون بقانون، بالشرعية هي مسار في تطبيق القانون.
وبالفعل كيف يصبح القانون شرعي؟ قانون يكون شرعي وقت في مجلس وزراء، مجلس نيابي مكتمل الصلاحيات، مكتمل الصلاحيات، ورئيس دولة يوقع على القوانين وينشر جريدة رسمية. الشرعية هي مسار، ولحس والشيء مؤسف جدا جدا، فأدنى مفهوم الشرعية. وفي المدة الأخيرة أيضا أنا بتسأل، هل إنه بعض القانونيين وليس الحقوقيين عم يقروا بعض الأشياء هيك الحديثة الصادرة؟ في مقالة صدرت بالنهار من الخميس الماضي كان في دراسة موسعة عميقة حول عنوانها حكومة تصريف الأعمال، نظرية قيد الزوال. 30 صفحة. بروفيسور مسر، لأنه موضوع بيستاهل نفنده كتير بدقة. إيه؟ خصوصا أنه أنت اليوم بتعرف أنه عم نتعاطى نحن مع مستشاري البلاط، وأنت بتميز دائما بين قانونيين ودستوريين. خلينا بهالوقت نأجل ونروح على واشنطن نحكي مع السفير مسعود معلوف لنلقي الضوء على بعض القضايا الإقليمية، ونرجع منكمل لأنه في إشياء بدنا نناقشها بالعمق. مساء الخير، الله معك سعادة السفير. مش عم نسمعك. مش عم نسمع. اي شو بنعمل؟ بس انا بدي اسمعه هو. اوكي. يلا. اوكي. سعادة السفير يبدو في اشكال سعادة البروفيسور. في إشكال بالصوت بس لأنه هلأ عم يتعالج الموضوع. قبل، لأنه التفنيد القانوني والدستوري والأصول في إلك مقال كتير مهم نشرت قبل كم يوم، رح نفندها بالتفصيل. أنا بدي أخذ مثل بسيط ونعالجه بسرعة. ما كان مطروحا الخميس الماضي ويوم الجمعة السباق بين أن يبت تأجيل تسريح لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية بمجلس بالحكومة أو بمجلس النواب، أيهما أقوى؟ هو الأقوى، الأقوى طبعا من مجلس النواب أن تصدر بقانون. إيه. وكمان قوية ضد مجلس الوزراء. مجلس الوزراء حتى لو تجاهلنا الحمد لله وزير الدفاع، والحمد لله في هذا الجو اللي فيه يأس شامل، أنا بعتبر ما حدث في جد مجلس النواب من أهم الانتفاضات الدستورية المهمة في تاريخ لبنان، وخاصة منذ 2016. كنا بحاجة إلى هذه. كتير لورا هيك. لا، كنا بحاجة إلى هذه الانتفاضة الوطنية، هذا الوعي الشامل لخطورة من قبل نواب لخطورة الوضع. ودائما أنا بذكر اجتهاد، وضرب اجتهاد بيقول إنه وقت البيت عم يحترق ما بروح بنطر قرار من القاضي حتى ابعث الاطفائية، البيته يحترق. هي مثل بيعمل مسكول للدفاع المدني وبيته عم يحترق. ما فيها مهلة. نعم. ويجب اطفاء الحريق. يجب اطفاء الحريق. رجع معنا السفير معلوف، خلينا نرجع لعنده. سعادة السفير مسعود معلوف. اهلا، مساء الخير لك استاذ جورج، ومساء الخير للدكتور انطوان مسرة وللمشاهدين والمستمعين الكرام. نعم، شكرا سعادة السفير على قبولك الدعوة. بداية سعادة السفير، الأسئلة تتزاحم، الاهتمامات اللبنانية تتعدى اليوم ما يجري على الساحة اللبنانية إلى ما يجري في المنطقة وتحديدا في قطاع غزة. مسعود معلوف من واشنطن، كيف يقرأ الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة بخطوطها العريضة؟ يعني الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة ليست واضحة المعالم، خلينا نكون واضحين نحن من أول الطريق. الرئيس بايدن بالوقت الحاضر وإدارته معجوئين ومنشغلين كثير بالانتخابات الرئاسية يلي رح تجري بالسنة الجاي بعد حوالي 10 أشهر من اليوم. أي قرار بيتخذوه له علاقة رح يكون بالانتخابات، بدون يشوفوا كيف هالقرار هيدا رح يكون ينعكس على الناخب الأمريكي. طبعا هلأ بنعرف قديش الرئيس بايدن من أكثر من 50 سنة بحياته السياسية هو مؤيد بصورة مطلقة بدون حدود لإسرائيل.
الرئيس بايدن برو إسرائيلي، يعني كل همه بالنسبة للشرق الأوسط هو شوين مصلحة إسرائيل. وشفنا كيف أول ما بلشت حرب غزة بالسابع من أكتوبر كيف بقى أول شيء أوفد وزير خارجيته، أوفد أكبر حامل الطائرات بالعالم للتعبير عن تأييده المطلق لإسرائيل، وإجه هو ب 18 تشرين الأول يعني بعد عملية أكتوبر ب 10-11 يوم إجا بنفسه على إسرائيل وتجاوز وتخطى الخلافات السابقة يلي كانت قايمة بينه وبين نتنياهو، وعبطوا نتنياهو أعرب بالصوت العالي عن تأييده التام والمطلق لإسرائيل، وعن مش بس حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ولكن واجبها. يعني من هنا بنعرف، من هون بنعرف قديش قديش الرئيس بايدن يعني عم بيأيد إسرائيل، ومن وقتها بقي يأيد وبعده لحديت هلأ عم بيأيد إسرائيل. كيف بينعكس هالشي على لبنان؟ بنعرف نحن أنه أي شغلة بتحصل بالمنطقة قبل ما نحكي بحصة لبنان من كل ما يجي في المنطقة، خلينا نتذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكين وقت دعس بمطار بن غوريون، قال أنا هنا كيهودي قبل أن أكون وزيرا للخارجية. إلى أي درجة اليوم في ظل ما يحكى عن تحركات شعبية وتظاهرات بنيويورك وواشنطن يمكن أن يبدل شيئا باستراتيجية الأمريكية؟ والسؤال الثاني تأخذ منك هيك بقراءة متكاملة، الرئيس بايدن قال في برنامجه الانتخابي أنه محل الدولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية، إلى أي مدى يمكن أن يتحقق هذا الأمر؟ نعم، أولا بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية من الناحية الاستراتيجية ما في خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، هنالك بعض الاختلافات في التكتيك بدأت تظهر بعد 3-4 أسابيع من بداية الغزو الإسرائيلي والهجوم الإسرائيلي، واسمح لي استعمل كلمة الوحشي، على قطاع غزة وتقتيل النساء والأطفال بالالاف، حتى الان عم نحكي عن اكثر من 20,000 قتيل بيناتهم 70% من النساء والاطفال. عندئذ بلشت سياسه بايدن تتغير شيئا شيئا تجاه نتنياهو، تجاه العمليات العسكريه وليس تجاه استراتيجيه. يعني بايدن يؤيد بالصوت العالي القضاء، ما يسميه القضاء على حماس، بالرغم من أنه هذا الشيء غير ممكن، غير واضح وغير واقع، غير مضمون، يعني غير مضمون، غير مضمون. يقال يعني أنه المطالب الأمريكية أبعد من المطالب الإسرائيلية على مستوى حماس وغيره. نعم، أمريكا بتعتبر حماس من سنة 1997 منظمة إرهابية، يعني ما عندها مشكلة بالقضاء على حماس إطلاقا وتريد ذلك، ولكن هذا الشيء غير مضمون مثل ما تفضلت، لأنه شو يعني غير واضح؟ شو يعني القضاء على حماس؟ شو حماس هن 500 أو 1000 أو 2000 عسكري بنقتلهم وبنخلص منهم؟ منه هيك، حماس هي أيضا إيديولوجية وعم تزداد، يعني صار في استقصاء رأي بالضفة الغربية، لمت اللي حواليها 3 مرات زيادة صاروا المؤيدين لحماس. يعني شغلة منا شغلة بهالسهولة بنحكي عن القضاء على حماس، ولكن من الناحية التكتيكية من حيث الأهداف يعني صار في تغير شوي بالنسبة للموقف الأمريكي، لأنه لقيت حالة الولايات المتحدة في حالة عزلة دولية، خاصة من بعد 8 هالشهر، هيدا ب8 الشهر لما استعملت حق الفيتو بمجلس الأمن، وكانت الدولة الوحيدة بالرغم من كل حلفائها يعني أيدوا، أو بريطانيا صحيح، اللي امتنعت عن التصويت بقرار وقف إطلاق النار، كانت أمريكا الدولة الوحيدة اللي عطلت هالشي. وبعدها لهلأ شفنا بمجلس الأمن كيف بعد لهلأ 3 مرات صاروا مؤجلين القرار يلي عم بيجربوا ياخدوه، والولايات المتحدة بعدها بتهدد، هن بيلطفوا الدول العربية بطالعتها الإمارات يلي قدمت مشروع القرار، عم بتلطف القرار حتى ما تقوم الولايات المتحدة
وتستعمل حق الفيتو، ولكن بعد الولايات المتحدة لحد هلأ مصرة. والمشكلة أنه انغماس الولايات المتحدة إدارة بايدن مع إسرائيل، أنه ما عم تقبل أنه المساعدات يلي بدها تفوت على غزة تكون بتفتيش من الأمم المتحدة، بدها يكون إسرائيل كمان إلى دور بتفتيش كل المساعدات والأدوية. وهيدا الشيء بأخر، بنعرف قديش إسرائيل عم بتعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. بقى هيدا هو الموقف الأمريكي الحالي. هلأ بالنسبة إلى حل الدولتين، يعني من وقت ما استلم بايدن الرئاسة بمطلع العام 2021 غير كل سياسة ترامب تجاه الشرق الأوسط، باستثناء شغلة واحدة هي اتفاقات أبراهام وتطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربية، وبلش يحكي من وقتها عن حل الدولتين، ولكن على الأرض ما عمل أي شغلة، ما اتخذ أي قرار، ما شكل أي فريق عمل للبحث بهالموضوع. قال هلأ من بعد ما صرنا عم نشوف شو عم بيصير بغزة من أجل تلطيف الأجواء تجاه الدول العربية، عم بيحكي بلش يحكي هلأ عن حل الدولتين، عن إقامة دولة فلسطينية، ولكن هالشي هلأ بايدن عنده من إدارته عنده بعد 10 أشهر بتخلص مدته، ومش أكيد وبالأحرى على الأرجح ما يقدر يجدد بالانتخابات بسبب قضايا داخلية أول كل شيء، وتاني شيء بسبب موقف الجاليات العربية اللي واقفة ضده وعم تعلن بالصوت العالي انه ما رح تصوت له، وكتار ندموا ليش صوتوا له بولاية مثل ميشيغان مثلا يلي فيها وجود عربي قوي كتير، ربح بأكثرية محدودة كتير بالانتخابات الماضية بفضل التأييد العربي له. هالمرة التأييد العربي ما رح يحصل عليه، وبولايات أخرى كمان فيها وجود عربي قوي ما رح يحصل على هالتأييد هيدا. من هيك الحديث عن حل الدولتين من قبل الإدارة ومن قبل وزير الخارجية بلينكن بصورة خاصة عم بيحاول يسوق هلأ لهالحديث هيدا بعد 3 سنين من تسلم بايدن الرئاسي، وهلأ هو صار بآخر عهده بلشوا يحكوا. هيدي شغلة مفاوضات صعبة بوجود نتنياهو برئيس حكومة بإسرائيل، موضوع هو صعب حتى الحديث عنه لأنه يرفضه، وهلأ بعده عم بيقول أنه اتفاقات أوسلو اللي صارت بأيلول سنة 93 كانت خطأ كبير، وهو كان السبب بانسحاب إسرائيل من أوسلو وتعطيلها بالمرة. يعني حديث حل الدولتين بوجود نتنياهو من جهة شبه مستحيل، ومن جهة تانية من قبل الإدارة الأمريكية يلي لحد هلأ ما عملت شيء إلا عم بالحكي بس عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، كمان شغلة منا بهالسهولة هيدي وبدها تاخد وقت من المفاوضات. نعم أستاذ جورج، سعادة السفير منحس مريت أنه ما في فرق بين العجز والفشل، هني زيتهم نتيجة زيتها، أن تعجز عن تحقيق شيء أو تفشل عن تحقيقه رغم من النية. عدا عن سقوط مشروع الدولتين، إلى أي مدى يمكن أن تمضي الولايات المتحدة برفض التوصل إلى وقف إطلاق نار طالما الفرنسي ابتعد صار يأيد، البريطاني ما بيصوت، والروسي والصيني ناطرينه على الكوع مثل ما بينقال. هل هي عملية تبادل أدوار بين تل أبيب وواشنطن، أم أن هناك شيئا عميقا لابد أن ينفجر؟ يعني خلينا نقول انه الإدارة الأمريكية بالوقت الحاضر عندها أولوية، بايدن بصورة خاصة هو تحرير الرهائن الأمريكان يلي موجودين عند حماس يلي عددهم حوالي 8 أشخاص. أهالي هالرهائن من 4-5 أيام كانوا عند الرئيس بايدن، استقبلهم لمدة 2 ساعة وحاولوا يضغطوا بقوة كتير حتى أنه يقوم بكل ما يمكن القيام به من أجل تحرير الرهائن. هيدي الآن هلأ أولوية، في حال تبين أنه حماس مستعدة أنه تحرر الرهائن الأمريكان، أنا بعتقد أنه إدارة بايدن بتلطف وضعها بالنسبة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وبتوافق على قرار لوقف إطلاق النار. ولكن طالما أنه ما في تأكيد أنه رح تحصل على هالرهائن هودي بدها تضل تشدد. من جهة حماس بتشدد أنه ما رح تقبل تفاوض على تحرير الرهائن
تحت بقوة النار إذا ما كان في انتهت الحرب ووقفت إسرائيل اعتداءاتها. من جهة الولايات المتحدة ما عم تقبل بوقف إطلاق النار طالما أنه الرهائن تبعولها موجودين عند حماس. وإسرائيل طبعا عندها أولوية بتسميها أولا القضاء على حماس، وثانيا تحرير الرهائن بدون مفاوضات، علما انه بالفترة اذا بدهم يحررون ياخذون جتة عينه امبارح اخذت هيك الهيئه بالنتيجه هيدا اذا تخلت اسرائيل عن رهائنها او الاسرى. ويبدو ان هناك كان في نقاش جدي باحد القوانين باسرائيل التي تسمح بان تتجاوز الحكومه وتنهي وتسكر هذا الملف وتقول ما عندنا رهائن نستعيدهم جتة او غيره. الى اي درجه اليوم التحرك العربي يمكن أن يكون فاعل؟ شفنا تحرك اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة الاستثنائية الإسلامية العربية التي عقدت في الرياض بالثلث الأخير من الشهر الماضي. هل تلمست أي تحول ممكن أم أن كل طلبات العرب إلى سلة المهملات مثل ما بيقولوا؟ يعني حاليا التحركات العربية هي فقط تحركات كلامية، يعني من نصدر بيانات وكل شيء، لكن على الأرض نعرف قديش الولايات المتحدة وقديش إسرائيل بتعلق أهمية على تطبيع علاقاتها مع الدول العربية، على زيادة التطبيع خاصة مع دولة مثل المملكة العربية السعودية. حتى الآن الدول اللي طبعت علاقاتها مع إسرائيل ما قامت حتى ما هددت حتى بسحب السفراء، ما عم نحكي عن قطع العلاقات الدبلوماسية ولا حتى عن قطع العلاقات الاقتصادية والسياحية وغير ذلك، حتى تهديد بسحب السفراء. الأردن واحدة سحبت سفيرة من إسرائيل، ودولتين ثلاثة من أمريكا اللاتينية. أما العرب لحديت هلأ الدول المطبعة ما سحبت ولا هددت بسحب السفراء. هيدا اللي ممكن يشكل ضغط على الإدارة الأمريكية وعلى إسرائيل بأن تلطف موقفها بعض الشيء، لأنه إسرائيل وأمريكا كتير بيعلقوا أهمية على قضية التطبيع. مثل ما قلت ببداية حديثنا، أمريكا غيرت كتير من وقت ما استلم بايدن بسياسة ترامب السابقة يلي أخذ كل شيء من الإسرائيليين وعطى كل شيء لإسرائيل. غيرت كل هالأمور هاي أمريكا إلا قضية التطبيع، بقيت مأيدتها وعم تمشي فيها أكثر وأكثر. من هون أنا بعتقد أنه ممكن الدول العربية اللي طبعت مثلا الإمارات، البحرين، المغرب، السودان بعد ما فتحت سفارات ولكنها قبلت بالعلاقات الدبلوماسية، هالدول هيدي إذا بتبلش تهدد بأنه تتراجع عن ما قامت به في السابق، أنا بعتقد ممكن هالشي هيدا يعمل بعض التأثير وضغط على أمريكا وعلى إسرائيل حتى تلطف موقفها وربما تقبل بوقف إطلاق النار. مع العلم أنه الرهائن الأمريكيين هن مهمين كتير لأمريكا لإدارة بايدن، وهن هو اللي بده بيعمل أي شغل اللي كان حتى يقدر يسترجعون يعوض شيء من الخسائر بالرهائن عن أمريكا. نعم، سؤال أخير سعادة السفير. نعم، ما فينا نتناول هالموضوع كله ما نرجع نقول كيف تقرأ انعكاسات ما يجري على الوضع في الجنوب؟ موضوع 1701 واضح أنه غير خاضع لا للتعديل ولا للتبديل، حتى بموضوع تطبيقه يقال هون أنه وقف النار في غزة في دقائق قليلة يترجم في جنوب لبنان، وشفنا مسلسل الهدن الإنساني إداش كان تجربة واضحة. ما هي حصة لبنان من كل ما يجري في المنطقة؟ يعني بنعرف أنه لبنان إذا حدا عطس بالمنطقة عنا منرشح كلياتنا بلبنان ومنسخون. هيدا وضعنا نحن مع الأسف بلبنان لأسباب كثيرة، أهمها أنه نحن من كورونا إقليمية. نعم، كورونا كثير حساسين للكورونا نحن. أي شيء بيصيب الدول المجاورة قلنا، شفنا شو لمن صارت بال 2011 شو صار بسوريا كيف كانت النتيجة عنا، اللي بيصير بالعراق بينعكس عنا، وهلأ ما عم نشوف اللي عم بيصير بغزة كيف عم بينعكس عنا بالجنوب. نقدر نقول أنه لحديت هلأ والحمد لله حزب الله واعي وما جر لبنان، يعني ما اتخذ القرار بشن حرب شاملة على إسرائيل، لأنه ربما جميعنا بنعرف شو معقول تكون نتيجتها على حزب الله وعلى لبنان. شفنا كيف أنه الهدنة اللي صارت بغزة مثل ما تفضلت هالأسبوع كانت كمان انعكست إيجابا بلبنان. من هون منتأمل أنه يوصل لوقف إطلاق النار يخف الضغط بغزة. اللي بخوفني وحدي، أنا الشغلة الوحيدة بالأحرى اللي بتخوفني حالياً
وبتخوف كتير ناس من يلي بيأيدوا الرئيس بايدن هي موقف نتنياهو. نتنياهو علاقته ممتازة مع ترامب، أخذ كتير كتير إشياء اللي من كان رئيس حكومة من قبل بأيام ترامب. في تخوف كبير أنه نتنياهو بحب أنه يرجع ترامب على الرئاسة بالانتخابات القادمة، وربما في تخوف أنه يجر ويورط أمريكا بحرب إما مع إيران أو مع حزب الله. ما عم نشوف كيف عم بيزيد الضغط على حزب الله، وحزب الله بعده صامد ومهدي وما عم بيرد كتير على التحديات اللي عم بيوجهها والاستفزاز اللي عم تعمله إسرائيل، الجيش الإسرائيلي برئاسة رئيس الحكومة نتنياهو. يعني بعده لحديت هلأ حزب الله مهدي كتير منيح، يعني متخوفين أنه نتنياهو بده يجر أمريكا لحرب حتى يعلق بايدن بحرب مشان يسقط بالانتخابات، لأنه نهار اللي بتبلش تجي جثث الأمريكيين بكياس بلاستيك إلى الولايات المتحدة هيدا بده يؤثر سلبا كتير كتير على انتخابات بايدن، وربما ساعتها يسقط، خاصة أنه هلأ ترامب عنده حظ أكتر منه حسب استقصاءات الرأي أنه يوصل هو للرئاسة ترامب بالمستقبل، بالرغم من كل الصعوبات القضائية والمشاكل اللي عنده. أنا هون بدي أسألك سعادة السفير، قيل أمس أنه في لجنة خاصة بالحزب الجمهوري قالت أن ترامب ليس مؤهلا ليكون مرشح الحزب الجمهوري. هلا بداخل الحزب الجمهوري من حتى ممكن تجاوز هذا الامر؟ لا لا، حتى ايام اللي كان رئيس وحتى اللي من ترشح كيف يطعم باهليته؟ في اصوات بالحزب الجمهوري ضده ما في شك، ولكن على الصعيد الشعبي ترامب عنده 70 مليون من اصل 161 مليون ناخب امريكي لهم حق يصوتوا بالانتخابات، حوالي 70 مليون بيصوتوا لترامب على العميانه، بضل في حوالي 5 أو 6 أو 7 ملايين صوت. هودي المتأرجحين بيقرروا، ترامب حاليا عنده 91 قضية بالقضاء، من اعتداءات جنسية، من زعبرة بالقضايا الضريبية، من قيام بعمليات مشاغبة وتمرد بالنسبة للانتخابات الماضية، وقضايا كتير من هالنوع. بالرغم من هالشي هيدا عنده حوالي 70 مليون صوت هودي مضمونين له، بضل فيك عدد محدود من الملايين يلي هن متأرجحين. هلأ هالكم صوت بالحزب الجمهوري يلي الناس تركوه ما بتشكل خطر عليه، لأنه على ساحة الأرض، على ساحة المعركة، على ساحة التصويت عنده. نعم خوفتني سعادة السفير، خفت أنه أفهمك، معقول الحرب بغزة تضل تتوصل الانتخابات الأمريكية ويرجع على ترامب؟ معقول كل شيء، لأنه يمكن نتنياهو يكون بالحبس أو أمام القضاء. نعم هيدا حطيت إصبعك على الجرح، لأنه نهار اللي بتخلص الحرب نتنياهو بده يرجع إلى القضاء وبده يفوت على الحبس. من هيك أنا بعتقد وكتير بيعتقدوا أنه نتنياهو خطته أنه يطول الحرب. هلأ إذا قدرت تضاين حماس فترة أطول لدرجة أنه يقوموا القيامة بداخل إسرائيل ضده لنتنياهو ليوقفوا الحرب، ربما بتتغير المعطيات، بس اليوم حاليا الأمور هو بيقررها نتنياهو. التوجه المستقبل القريب يعني سواء بالانتخابات الأمريكية أو على الأرض هو نتنياهو هو اللي ماسك هالقضايا، حسب كيف بده يتصرف هو بالحرب. نعم. هل رح يربح، هل رح يخسر، هل رح يقدر يطولها أكثر وأكثر، هذا اللي رح يتقرر المستقبل القريب. نعم. بالمنطقة عنا. نعم. وبلبنان طبعا أيضا. دكتور مسهر عندك شي سؤال لسعادة السفير؟ طبعا تحليل كتير صائب ومع معلومات كتير مهمة، وفي بعد يعني بجوز أبعد، ما عندك شيء محدد أبعد من السياسة الدولية، وهي أنه العملية الإسرائيلية بغزة عملية أساسا فاشلة، لك هي تعبير عن كل إيديولوجيا الصهيونية، ما أقول يهودية، صهيونية، التي تظهر اليوم بأبشع مظاهرها في حرب لا مثيل لها في تاريخ البشرية، حرب كلها حقد، كلها حقد. ومن جزئية ضرب العمل قياسي بالحقد الجيش الإسرائيلي، صحيح. الحمد لله عم بقول نسبيا، أنه ما يتحجج نتنياهو أنه ما دعموه حتى يربح الحرب، حربه أساسا فاشلة فاشلة وما بيقدر يوصل نتيجة، شوي مثل أنه هن بيؤمن بالقوة وفقط القوة، قوة فقط. وبتعرف أن نابوليون احتل كل أوروبا دون أي انتصار سياسي، وصارت قضية شخصية اليوم لنتنياهو.
لكن أبعد من كل ذلك في حضارة بالعالم مهددة. جوتيريس بالأمم المتحدة وحيد في حالة مأساوية. صحيح. أين الأمم المتحدة؟ أحد من قبل. أين الأمم المتحدة؟ أين الغرب في رفع الصوت تجاه هذا الدمار، تجاه السلام العالمي؟ في خطر على كل الحضارة الغربية. نعم. بالعالم اليوم. نعم. سعادة السفير معلوف بعدك معنا؟ بعدني معكم أنا، وكتير موافق تماما على اللي تفضل فيه الدكتور مسرة. صحيح جدا، وين الحضارة الغربية؟ وين حقوق الإنسان؟ ايه. وين الحرية التعبير؟ بدي أقولك شو اللي حامي جوتيريش أمين عام أمناء عامين سابقين هجموا إسرائيل دفعوا الثمن فوري، كان هناك نية لتدفيع الثمن. هل سيدفع الثمن جوتيريش أو زمط هالمرة؟ حتى الآن ماشي الحال، لأنه الدول الغربية، معظم الدول الغربية بلشت تبتعد عن إسرائيل. وإسرائيل عم بتطالب بأنه يستقيل، عم تطلب منه يستقيل، وعم تتهجم على جميع منظمات الأمم المتحدة وخاصة الإنسانية، اليونيسيف، الصليب الأحمر وغيره يلي موجود. الأوروا ما في عالم أمم متحدة محترم. الأوروا لا يلجأوا النازحين لعالم أمم متحدة تيطلبوا الحماية، بيقتلهم تحت العلم. صحيح صحيح. بقى من هيك أنا بعتقد أنه جوتيريس بعده لحديت هلأ رح يهدي، لأنه الولايات المتحدة وحدة ما رح تقدر تقبعه يعني، ولكن لو كانت بتقدر كانت عملتها. نعم. سعادة السفير شكرا، ينعاد عليك، ميلاد مجيد عليك وعلى العائلة، وإن شاء الله مشوفك قريبا. شكراً. ببيروت. شكرا، ينعاد عليكم جميعا، على الدكتور أنطوان مسرة وعائلته، وعلى كل المشاهدين والمستمعين لصوت لبنان ولمنشات المساء، ينعاد عليكم. شكرا جميعاً. شكرا سعادة السفير، طول عمرك. شكرا دكتور مسرة. لكن لابد من هذا العرض، وختمتها سوا بقراءة ما بدي أقول وجدانية، قراءة واقعية لما إنسانية، لما يجري إنسانية. باعتقادك هل سقطت كل القيم التي رفعتها الأمم المتحدة؟ يعني عشوائي رح يقول جوتيريش أنا أعتذر، أنا أمين عام، لن أتمكن من أن أفعل شيئا. يعني بعد رح يحل نفسه عشوائي، يعني يقول أنا حليت الأمم المتحدة. كل القيم اللي بنيت عليها الأمم المتحدة وشرعة الأمم المتحدة ومشاركة شارل ميلك ساقطة اليوم. نحن اليوم لسنا في عالم علاقات دولية، لأن كلمة علاقة فيها صلة، فيها ارتباط. نحن في عالم قوة، صراع قوة. نعم. شيء خطير جدا، خصوصا استغرب عم تجند قدرات عسكرية واقتصادية. لم يعني هل نحن في حرب عالمية ثالثة غير معلنة؟ نحن في حرب عالمية ثالثة غير معلنة. شو الفرق؟ مع انهيار كل المنظومة القيمية يلي بنيت عليها الأمم المتحدة. وإذا منتذكر أيام حروب لبنان، وقت كان غسان تويني ممثل لبنان في الأمم المتحدة، يا إعادة قراءة هذه النصوص والأقوال والمداخلات، شو فيها عمق، شو فيها إنسانية. صحيح. شو فيها التزام. اليوم هالموظفين الأمم المتحدة هن آلة مسجلة لحكوماتهم، مجموعة موظفين. بس في شبه انتفاضة بالأمم المتحدة. طب الحمد لله. انتفاضة بالبيت الأبيض، بالخارجية الأمريكية. الحمد لله. 100 سفير فرنسي بيوجهوا له إنذار لرئيس الدولة. ما نحن بحاجة إلى انتفاضة كبيرة في منظومة الأمم المتحدة، وانتفاضة تبدأ من الممثلين الدول. في هذا. حق الفيتو قبل كل شيء. إذا بقي حق الفيتو يعني ما بدأ مراجعة جذرية، ونحن في واقع كتير كتير خطير للمستقبل، لأنه في دول ماركة اليوم في العالم، حوالي 4-5 دول ماركة خارجة عن كل الشرعية، وفي اليوم أسلحة نووية متطورة. نعم. شو بيحمي السلام العالمي في عالم اليوم أمام دول ماركة مع سلاح نووي؟ يتطلب مراجعة بالعمق. الله يستر. إذا لكل منظومة الأمم المتحدة، إذا قرر، إذا ولوظيفة ممثلين الدول في الأمم المتحدة. طبعا أنا لو كنت ممثل الأمم المتحدة لدولتي بتأيد بإرتجاهات دولتي، بس أنا بقدر أكون صامت بدون موقف، بدون تعبير،
تجاه وحشية لا مثيل لها في تاريخ البشرية ما بقدر ما بقدر. هل هم مجرد موظفين يتقاضون رواتب عالية؟ شيء مخجل، شيء مخجل. خلينا نرجع لعنا، نرجع كنت عم تعمل قراءة وأنا بعرف دائما أنت بتميز بين القانونيين والحقوقيين ورجال القانون والدستور. خلينا نرجع نتناول الموضوع يلي بعدنا مشغولين فيه، لأنه يبدو هلأ في توجه للطعن أمام المجلس الدستوري بقانون تأجيل تسريح قادة الأجهزة الأمنية. لك مقال مهم من كم يوم نشر، ما يعني استخلصت منه سؤال اثنين ثلاثة أساسيين. ما هي القيمة الحقوقية للبحوث القانونية في ظل وضع أنت بتشبهه كتير وبتقول نحن في وضع تعليق الدستور؟ طالما أنا مجلس نواب لم يقم بواجباته بانتخاب رئيس، طبعا كل جلسة بيشكل لها دولته أكترية ميزة، أكترية انتخبته، بعد فترة عملنا أكترية تانية انتخبت نائب الرئيس، في أكترية ثالثة مددت للبلديات، امبارح شفنا أكترية رابعة بتكوينها لتأجيل تسريح قادة الأجهزة الأمنية. ما هي القيمة القانونية والحقوقية لما يجري اليوم، وهل سيسجل التاريخ بجدول مقارنة؟ ما يعني إذا في منظومة حقوقية بلبنان هي قيمة على سمو الدستور، يجب أن تخرج تماما عن هذا السجال القانوني السطحي وتدخل في عمق الموضوع. نعم، إذا دخلنا تعرف شو منقول؟ عمق الموضوع في مبدأ روماني قديم بيقول سالوس باتريي سوبريما لكس، يعني سلامة الوطن هو القانون الأسمى عند الرومان. في عنا اليوم في كارثة أكثر من كارثة الحالية بلبنان اليوم، ووضع حرب مدمرة، وبعدين تسخيف المخاطر، قضايا جوهرية. وبتعرف إنه مفهوم الأخلاقية العامة مفهوم وارد بقرارات دستورية، ما عم بحكي عن الأخلاق بشكل عام، لكن وارد بقرارات سنة 59، وارد بقرارات للمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان. أخلاقية العامة، شو الأخلاقية العامة؟ يلي هي حماية الوطن والتقيد بالشرعية وتطبيق الدستور. ولو يعني لو جهة عليا بدها تنظر بأي طعن موضوع قرار مجلس النواب، بدها يكون تركيزها مش على تفاصيل سطحية قانونية وصلاحيات وشو بيقول قانون الجيش شو بيقول قانون كذا، لا، بدها تكون تركيزها ما معنى دولة في لبنان، ما معنى رئيس دولة، ما معنى شرعية، ما معنى حماية الوطن، ما معنى سلامة الوطن. هي كلها قانون الأسماء بتجسد، كلها هي اللي عم بقوله أنا الجيش. عم بقوله أنا نعم. لأنه بعض قلته لبعض الأشخاص بيصير يتسمعوا لي كأنه عم بعمل عم بتجدف إشي أخلاقية أو عم جدف، لا، هيدول مبادئ واردة بقرارات دستورية عالمية. إلى أي مدى نحن في لبنان في حال صدر أي طعن ما كمل نصدر قرار يكون نموذجي عالميا في مفهوم القانون والشرعية وحماية الأوطان؟ وهي بالفعل ثقافتنا الحقوقية بالعمق. بيروت أم الشرائع، وين بيروت أم الشرائع يا أستاذ جورج؟ وبعض سجالات قانونيين سطحية، شو بقول مادة فلان شو بقول مادة فلان، لا، بيروت أم الشرائع يعني جوهر القانون. طيب خلينا نفوت بالترمينولوجي المعتمد اليوم. ايه؟ انه رايحين على المجلس الدستوري في خرق للدستور، القانون جرى استصداره لصالح شخص او لا، خلينا نقول عم يحكي الناس وانت بدك تعطينا القراءة الدقيقة، يعني بعد دو هذا اللي عم يحكي فيه هلا دون المستوى اللي وضعت فيه انت الأزمة، الأزمة ابعد من هيك. انا راح اسال بعض الاسئله اللي عم يتبادلوها الناس، وهل يمكن الصمت او السكوت تجاه الاتهامات التي وجهت الى قائد الجيش
بهذا الشكل الشخصي. ويعني يعني بعد شوي الناس منتظره طعن امام المجلس الدستوري انه هذا الشيء اللي عم ينعمل نكايه بفلان. يعني حتى على المجلس الدستوري يمكن نروح بمنطق النكايه. انطوان مسرى كيف يقرا هذا الواقع، والى اي درجه انت تخشى من سقوط تجربه المجلس الدستوري مره اخرى؟ انت عشت تجربه 2013، بدي منك قراءه مركزه لكل هذه النقاط بس تما اقطع الناس هي تسمع. يعني في وقت كنت عم بتكلم مع هذا الموضوع يمكن انتقاد الجيش في بعض الامور الفرعيه، الانتقاد شيء والمس معنويات الجيش موضوع اخر. ما قيل عن قائد الجيش من قبل جهة سياسية هو مس معنويات الجيش، وهذا لا يجوز اطلاقا في قانون العقوبات. المس معنويات الجيش وقدرته ووفائه وقدرته على الدفاع عن الوطن، وحتى وطن اذا عنده جيش ضعيف او بيشكك فيه ما بيقوله. كيف وصلنا لهذه الدناءة والجهل والتسخيف وعدم التمييز بين النقد الموجه إلى بعض العمليات الفرعية وبين المس معنويات الجيش؟ ولكن شيء محزن، صرنا نحن معودين على مس معنويات الجيش، صرنا نقبل الشتيمة. ما بيجوز ولا بشكل معركة أشخاص. مس بوفاء قائد الجيش، شو عم يعني مس بوفاء قائد الجيش؟ شو عم تحكي يعني؟ يعني ما فيك تأمن له، يعني في خطر على الوطن. نشوف مقاييس الوفاء عندك. كيف بتقولها هاي قدام العدو الإسرائيلي؟ إيه؟ حتى الشعوب إذا عندها تشكيك بقدرتها العسكرية ما بتقولها، ممنوعة. شو لك؟ يجب ملاحقة ذلك قضائيا. هي اللي بدي أسأل، وكيف هل تجوز الملاحقة؟ كيف الناس ومن لح الخطورة الأكبر، الخطورة الأكبر كيف الناس بيهضموا هالموضوع وبيقبلوه وبيتبنوه كأنه شيء طبيعي؟ لا، عنا معضلة ذهنية ثقافية كتير خطيرة. ما بقدر أنا لا ما بأيد لا فلان ولا فلان، مش على خلفية تبعدد أكيد، بس أنا كمبدأ أنا أشكك في وفاء الجيش. لا 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 لا، ما بقدر. هيدي مس بأدنى درجات الوطنية، أدنى درجات مفهوم السيادة، أدنى درجات الثقة بالقدرة العسكرية للبنان. وتشكي بقدرات الجيش في أطراف سياسية كلها عم بتشكك، مش قادرين نحن بحاجة للمقاومة. الجيش مش قادر تشكك في ذهنيات لبنانية صارت تشكل خطر على الوطن. نعم. بتفسيرك لكل هذه القراءات حطيت ثلاث جوانب اعتبرتها أساسية. الجانب الأول قلت الدستور اللبناني هو حاليا معلق. تاني شيء قلت نتعاطى مع حكومة تصريف أعمال يقتصر تصريف أعمال على الأفار كورانت، يعني على الشؤون اليومية العادية والإجرائية. ورحت آخر شيء للموضوع الشرعية التي تعلو على القانونية. خلينا نقول أول شيء، لماذا الدستور معلق اليوم برأي أنطوان مسرى؟ معلق لأن المادة 49 لانتخاب رئيس جمهورية لم تحصل. دستور معلق الدستور. ومع أنه المادة 49 فيها تفاصيل إجرائية كتير واضحة، نحن أمام دستور معلق. لا يعني ذلك أنه لا نحترم هذا الدستور، ولكن ماذا تفعل عندما يكون الدستور معلق؟ نعم، شو لازم نعمل؟ يجب استعادة الشرعية واستمرارية المؤسسات بالتي هي أحسن، أو في تصرف ضمن القواعد العامة لسلامة الأوطان، حسب مبدأ الروماني. سلامة الوطن عندما يكون البيت في حالة حريق لا أنتظر اسم من القاضي لإطفاء الحريق. نعم. البند الثاني وقت اللي بتقول حكومة تصريف الأعمال، اليوم شفنا الحكومة عندها
عندها استحاء هلا مطروح بشكل قاسي، وفي خلاف كبير بين صلاحيات الحكومة مجتمعة ودور الوزير الذي يعتبر بعض الطائف رئيس وزارته، حتى يعتقد البعض أن صلاحياته تتعدى صلاحيات مجلس وزراء مجتمعا، وفي مجلس وزراء عم يتصرف بغياب رئيس بظل آلية معتمدة باستصدار القوانين المراسيم بطريقة ما بعرف شو إلا توصيف، لا ما بعرف شو توصيفك، بين إنه مطلع مرسوم يوقعه رئيس الحكومة بالإنابة عن الحكومة بالإنابة عن رئيس الجمهورية، كيف بأي دستور نحن الوزير الوزير منه حاكم بأمره وسلطة مطلقة بوزارة. في بعض المواد بعض التفسيرات تعطيه الحق إنه مجلس وزراء اليوم ما بيناقش بتعيين رئيس أركان إذا مش مقترح الوزير، هذا جزء من التلوث يلي حصل بخاصة منذ 2016 في كل المنظومة الدستورية اللبنانية، وضعت هون مواقع نفوذ مواقع نفوذ، السلطة سمو السلطة هي لمجلس النواب، هي لمجلس الوزراء، ورئيس الدولة هو الذي حريص على سمو الدستور. لكن كل هذه مفاهيم تغيرت، كيف العودة إليها؟ من خلال انتخاب رئيس دولة حامل الدستور. ماذا يقول الكتاب؟ وزير الدفاع بيرفض بيقبل بيعطي رأيه، لكن هي سلطة مجلس الوزراء، سلطة مجلس الوزراء منا مطلقة كمان لأنه عقوم التصريف أعمال بعد اختصاء مجلس نيابي خلصت ولايته ب15 أيام. حدا اليوم بأي منظومة بالعالم بيقول سيد نفسه، كان يقول بالماضي أنه مجلس النواب سيد نفسه، ما بقى فيه اليوم، ما حدا سيد نفسه، سيد الكل هو الدستور، لأنه حتى مجلس النواب يمكن نصدر قوانين مخالفة للدستور ويتم الطعن فيها. ما حدا سيد الجمهورية اليوم من يطعن، ما حدا سيد نفسه. لكن وين وصلنا اليوم بقضية سمو الدستور؟ نعم هي الأساس. وصدر كثير دراسات يعني بالعالم عن سمو الدستور، مفهوم سمو الدستور، ماذا يقول الدستور، مش أنا عم بخترعها. إيه إذا وزير بيقول أنا حاكم مجلس وزراء، أنا حاكم، وحتى مجلس النيابة كان تعود بالماضي يقول إنه سيد نفسه، ما حدا سيد بعده نفسه. عم بيقوله مش نواب سيد نفسه، ما حدا سيد نفسه، ورئيسه سيد، ما حدا سيد نفسه، يتجاوز كل القراءات والآراء، سيد الكل هو الدستور، سكر الباب ساعة اللي بده بيفتحه ساعة اللي بده، سيد الكل هو الدستور، نعم، ما حدا سيد نفسه. طيب كيف المخرج للخروج من هذا المأزق؟ واضح انه اذا عم تعطي اليوم انت الاولوية للرئيس، تعرف الجذور العميقة للموضوع منا مؤسساتية ودستورية، جذور العميقة هي بعلم النفس، ما هي لدى اللبنانيين، تعمل ثقافة جديدة يعني ما عارف كم جيل بدك تثقفهم، اللبناني دايما عنده عقدة الباب العالي وناطر الباب العالي، وفي عندك جماعة ببعض مناطق لبنان شو بدنا نسميهم، عايشين بمخيلتهم لبنان الصغير اللي هو ما كان صغير بالفعل، لكن هي بيتخيلوه صغير، وعم يعملوا مناورات، وعندهم جماعة شعبويين بعضهم مأيدينهم. متى تحظر اليقظة الوطنية العارمة تجاه هؤلاء المنافقين؟ تعرف كلمة منافقين موجودة بالقرآن حوالي 20 مرة. نحن في مواجهة منافقون امتين بينكشفوا. الحمد لله يلي صار تجربة 2016 وبعد 2016 لحتى هالوعود يلي عطوها لشنية شعبويا تنكشف، وعم تنكشف تدريجيا. لسبب بقول انه جلسة مجلس النواب هي في تاريخ المجلس النيابي من أهم الانتفاضات الدستورية والوطنية في تاريخ لبنان في سبيل حماية الوطن، ونأمل لأنها تنعمل قادة الأجهزة الأمنية أو لقواعد دستورية. هو بالفعل لأنه شفنا دكتور بروفيسور لقينا أكثرية ما ركبت ولا مرة
والحمد لله انه ركبت هالمره. ايه انه على القطعه هذا يعني. ادراك في الخطر، ما كان بني مدركين للخطر، ادراك الخطر الخارجي عمليه كثير مهمه. يعني بامكان ان هيدا يخلق تضامن، بامكان ان نتهم كل من اعترض على هذه اللجنه على هذه الجلسه بالخيانه. لا انا بالخيانه طبعا. فيك توجه هيك اتهام؟ انا شو يعني خيانه؟ على كل حال نعم. بجوز كل شيء مفسر بالدستور اللبناني من عدا نعم مفهوم الخيانه، وجهه نظر يعني. مفهوم الخيانه مش كثير واضح. خيانة لمرتكزات الدولة بلبنان. شو يعني دولة؟ هذا موضوع كتابنا الأخير. شو يعني دولة؟ الدولة هي وحدة عندها جيش، وحدة عندها علاقات دبلوماسية. وبعد الكارثة الحالية في لبنان نريد استعادة الدولة لصالح الجميع، من قاوم، من مارس المقاومة، من حرر لبنان، هيدا من الماضي. نريد اليوم استعادة الدولة وشرعية الدولة ورئيس الدولة لصالح الجميع، هذا المطلوب. مين المسؤول عن العرقلة؟ مين المسؤول عن التعطيل؟ بيظل حبل التبادل الاتهامات في عندك كل واحد. نحن عم نعمل اتهامات كثير بشكل عمومي. لا لا، وقت منقول طبقة فيك تحصرة، وقت منقول الطبقة السياسية عم نظلم كتير سياسيين. صحيح. لا، لبنان دايما واليوم عنده سياسيين ذات مستوى عالمي في المناقبية والأخلاقية. وينهم هول؟ بروفيسور مسارة، كنت عم تشرح قواعد قيام الدولة وما نفتقده اليوم. ما هي القواعد الأساسية اللي بتشوفها أنت؟ وإذا بقيت اللعبة السياسية مثل ما هي هلأ، من وين بدك تجيب هيك صيغة؟ أو من يقترح؟ من يفاوض؟ من عندنا لجنة خماسية خاصة بلبنان عم تقترح، عندنا حركة داخلية لو ضعيفة، مجلس نيابي بتشكيلة نيابية غريبة عجيبة لا يمكن أن تشكل أكثرية بأي اتجاه، من يحسم في هذا الاتجاه؟ هو بالأساس لبنان كتبت عنه جريدة لوموند من سنتين موستر ان جوفرنابل، واحد غير قابل للحكم. بالفعل كل مجتمع تعددي صعب الإدارة، حتى بالعيلة النووية أب وأم وولدين ثلاثة تعددية صعبة الإدارة. نحن بنعمل علاجات عمومية وبنعطي اقتراحات عمومية، لكن هيدا المريض اللبناني بده علاج خاص ينطبق على وضعه. شو وضعه؟ وجدوا له إياه باتفاق الطائف مية تسعة وأربعين إنتاج عباقرة بالفعل. رئيس الجمهورية ورئيس الدولة يسر احترام الدستور، وأنا كنت مشارك بمفاوضة دبلوماسية بعد اتفاق الثلاثي ألمانية فاتيكانية أوروبية. يعني وضعت رئيس الجمهورية الماروني في قمة الحكم باسم الدستور. متى ذهنية مارونية، ولا أقول موارنة أرجوك، ولا أقول بكرك إطلاقا، ستفهم هذا الدور وهذه الثقة التي وضعت في رئيس دولة في لبنان كملك دستوري، رئيس على الجميع باسم الدستور، مستبد عادل باسم الدستور، يعني على نمط الرئيس فؤاد شهاب. ايه، والا ما عندك خلاص بلبنان. ولبنان بلد فوضى، كل واحد بيفتح حسابه، تعدديه، هيدي شرحناها مطولا بعمارات عديده وبالتعامل غبطه البطرك. على كل حال، ولهذا السبب في ذهنية لم تستوعب هذا الدور، ويجب أن تستوعب هذا الدور. وهذا الدور أقر في اتفاق الطائف وبإجماع عربي ولبناني، ومن عباقرة في الشؤون الدستورية من الحسين الحسيني، بطرس حرب، إدمون رزق. تعرف شو بيقول لي إدمون رزق الوزير السابق؟ لو شرحناها بهالشكل مثل أنت عم تشرحها، رئيس الدولة
هو رئيس ما كان حدا ناقش بصلاحية رئيس الجمهورية، ما كان حدا، كان بعض رفضها، بس هيدي لصالح الجميع. بس انت كنت عم ولصالح المنطقة العربية كلها. بس عم تحكي انت بظرف في قوى الامر الواقع اقوى من قلت شيء مهم. هذيك الساعة بدك حدا يفهم منطق الشرعية وشو معناتها ان تكون شرعيا او ان تكون خارج اطار الشرعية. هيدا جذوره ذهنية مرضية بعلم النفس العيادي، بده معالجة. هلا طوائف اخرى عندها غير مستشفى خاص، طوائف اخرى عندها غير مشاكل، بدك مستشفى خاص فيها 100 غرفة. لا بدها 10 كراسي بكفو، 10 غرف بكفو. هلا طوائف اخرى عندها غير مشاكل بعلم النفس التاريخي، ولكن يلي مأثر بشكل عميق بالموضوع اليوم هو هذا الموضوع. يعني اليوم في من يشكك بعدين، يا ريت ما في حاجه لبنان الكبير. قول بشير جميل و29 نايب ماروني بالاجماع اجتمعوا وانتخبوا بدون ضغط، بدون رشوه، بدون استتباع. يا هيدا خطاب بشير جميل شو مهم. وتصور بشير جميل وتنتخبوه قال بكره، من بكره بنطبق القانون. ما قال شيء اكثر ابدا. نحن بدنا رئيس دوله وقت بيجي اليوم مرفوض بالفعل، يلي مرفوض بلبنان هو ما بده رئيس دولة، ما بده رئيس علاقات نفوذ وتوازن بين زعامات، تعازم بين زعامات مش ايه تعازم مش زعامات، مش بين سلطات. لا طيب وهيدي إهانة. أشرت الإمامة أنتوا عم تحكي هلا عم بتقول دراسات الموضوع اليوم بشأن الإنجاز الذي تحقق بالطائف أو المادة 49، في ورشة كبيرة قالت بالحياد، لأنك ذكرت فؤاد شهاب. اليوم فؤاد شهاب يتغنى عنه أنه بين المؤسسات، بس نسيين أنه اللواء شهاب وقت اللي أجبر الرئيس عبد الناصر بكل سلطه أن يأتي إلى خيمة نصبت على الحدود بين جمهورية مصر سوريا العربية وجمهورية لبنان، هذا هو الحياد بعينه. إلى أي درجة يأمل أنطوان سارة أن يرى نوعا من هذا الحياد يخرج لبنان من أتون التبعية؟ ما هون البطرك الراعي أصدر الوثيقة المهمة. وفي بعدين نظمنا مؤتمر واسع مع إداء والوزير السابق. شايف في أمل أنك تتقدم بهذا الموضوع أم أنا؟ بعدين هيدا قضية الحياد، هيدا قضية تأسيسية للبنان منذ المتصرفية، وأبرزنا وثيقة على جمال عبد الناصر نشرت في النهار، جمال عبد الناصر يطالب بحياد لبنان لمتابعة مفاوضات مع لبنان. في وزع يصدر كتاب قبل لقائه مع رئيس شهاب أو بعده، هيدي قبل لقاء، يطالب بحياد لبنان وترجمها يوم بزيارة دمشق وبعدين كل بيانات الوزارية دون استثناء دراسة اللي كتبناها كثير تفصيلية. وسيصدر قريبا كتاب موسع عن مؤسسة إداء نتيجة المؤتمر اللي عقدناه مع سفارة النمسا عن الجذور التاريخية الرسمية لحياد لبنان. وبعدين كل اتفاقية الهدنة، تعرف شو مكتوب بوثيقة الطائف؟ التمسك باتفاقية الهدنة. مقصودة كلمة التمسك. بعدين كل قرارات الأمم المتحدة، ولا قرار يدين لبنان، ولا قرار، ما في قرار يدين لبنان. صح. بعدين حياد لبنان، حياد لبنان هو في صلب كل فلسفة إمام موسى الصدر. كان إمام موسى الصدر في القاهرة سنة 78 شو بيقول؟ السلام في لبنان هو أفضل وجوه الحرب تجاه إسرائيل. يعني استراتيجية الدفاعية اللبنانية فيها جانب عسكري فيها جانب ثقافي، لأن نحن تركيبة لبنان هي نقيض الصهيونية. صحيح. إيه؟ وعلى هذا الكلام لبنى الكثير. ويقال أن إسرائيل يوم تفضل الحرب مع منظمة أو مع ميليشيا على أن تكون حرب مع الشرعية اللبنانية. بالأمس القريب قصفت مركز للجيش اعتذرت. بشجرة العديسة إذا بتتذكر 2013 جندي لبناني قتل ضابطا إسرائيليا، ما كان في رد. خلينا نقرا، خلينا نرجع يقرأ حلقتنا دكتور مسرة، بس على امل انه خصص حلقه خاصه بهالموضوع. بركي
قريبا وقت اللي بدنا نرجع نذكر باللي اشرت له انت، وصايا البطريرك الراعي ال17 اذا بتتذكرهم، بوقت اطلقت حمله الحياد ببكركي وصار الحراك الشعبي باتجاه بكركي، يستحق ان تكون ماده لحلقه. شكرا انطوان مسره، ينعاد عليك ميلاد مجيد، والى جميع مستمعي ومشاهدي صوت لبنان، لكم مني انا جورج شاهين اطيب التمنيات، والى اللقاء في منشات جديده.